تواصل مصر جهودها المكثفة في تجهيز وإرسال عدد من المساعدات الإنسانية الموجهة للأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة من بوابة معبر رفح البري متجهة لمنفذ كرم أبو سالم. وفي المقابل تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها التعسفية التي تحول دون إدخال أكبر عدد من هذه المساعدات، مما يفاقم من الأزمات الصحية والإنسانية داخل قطاع غزة. المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. هنا من مدينتي العريش ورفح ما زالت الأوضاع على حالها، ولم يدخل أي من الشاحنات الإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. نتحدث بالطبع عن استمرار لفتح بوابة معبر رفح لدخول هذه المساعدات الإغاثية، تدخل من أمام بوابة معبر رفح في اتجاه معبر كرم أبو سالم، لكن بالطبع قوات الاحتلال تتعنت وتمنع دخول هذه المساعدات وتعرقل توزيعها حتى إذا دخلت بالفعل إلى الناحية الأخرى. تتحدث الأونروا عن عدم قدرتها على توزيع هذه المساعدات الإغاثية. بالطبع هذه الشاحنات متوقفة هنا منذ أشهر، وحملت السلطات المصرية وحملت الحكومة المصرية قوات الاحتلال تداعيات توقف هذه الشاحنات وتداعيات يعني عدم دخول هذه الشاحنات إلى الناحية الأخرى، لكن هذا لا يمنع استمرار تأهب هذه الشاحنات ووقوفها أمام بوابة معبر رفح المصرية وفي المخازن اللوجستية في انتظار الدخول إلى الناحية الأخرى أو عبر بوابة معبر رفح متجهة لمعبر كرم أبو سالم بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة. بالإضافة لذلك أيضا سيارات الإسعاف ويعني الجزء الخاص بتأهب سيارات الإسعاف ما زالت متوقفة أمام بوابة معبر رفح في انتظار الدخول للناحية الأخرى، لكن قوات الاحتلال كما ذكرنا تمنع خروج المصابين الفلسطينيين. في بعض الأحيان تدخل قوات الاحتلال يعني شاحنات للوقود مثل الغاز أو البترول أو السولار أو البنزين، ولكن حتى إذا دخلت لا يتم توزيعها بطريقة عادلة، لا تصل للمستحقين، لا تصل للمستشفيات، وبسبب ذلك أيضا قوات الاحتلال تمنع دخول هذه الشاحنات وتعرقل يعني توصيلها إلى الأماكن المناسبة، وفي بعض الأحيان يتم نهب هذه الشاحنات وسرقتها، لكن هذا لا يمنع ولا يوقف المجهودات المصرية المختلفة لإدخال هذه الشاحنات بمختلف أنواعها إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. هذه هي الصورة من العريش ورفح، والآن أعود إليكم مرة أخرى.